ينضم إلينا من مدينة شرم الشيخ مراسل الغد محمد الحمراوي. إذا محمد، لو تضعنا في الأجواء لديك الآن وماذا يدور في شرم الشيخ المصرية، الاستعدادات ما قبل انطلاق القمة بساعات. نعم، بالفعل أنهت مدينة شرم الشيخ استعداداتها لاستضافة قمة المناخ COP27 هنا في هذه المدينة، التي استقبلت اليوم فقط نحو 7000 من الضيوف المشاركين في هذه الفعاليات ومن نشطاء البيئة المشاركين في قمة المناخ هنا في مدينة شرم الشيخ، ضمن نحو ما بين 35000 إلى 40000 من الشخصيات المشاركة في تلك الفعاليات، ومن بينهم أكثر من 100 من الرؤساء والقادة المشاركين في تلك الاجتماعات، إضافة أيضا لنحو 200 من الشخصيات من كبار الشخصيات والمسؤولين من المنظمات ومن الدول الذين يشاركون في قمة المناخ في نسختها 27. قبل قليل أصدر المركز الإعلامي الخاص بقمة المناخ هنا في مدينة شرم الشيخ بيانا أوضح فيه بأن هذه الفعاليات ستكون مقسمة إلى 3 أقسام. الأول الخاص بالجلسة الإجرائية التي ستعقد غدا في تمام 10 بتوقيت مصر، وهذه الجلسة الإجرائية تتعلق بنقل أو تسليم المراسم الخاصة برئاسة هذه الدورة من بريطانيا إلى مصر بعد أن تولت بريطانيا النسخة 26 من قمة المناخ. سيتم تولي رئاسة هذه الدورة من جانب وزير الخارجية المصري سامح شكري الرئيس معين لتلك الدورة. ستكون هناك كلمات لوزير الخارجية المصري سامح شكري فيما يتعلق برؤية مصر وخطتها فيما يتعلق بالعمل ومواجهة التغيرات المناخية على مدار العام المقبل خلال رئاسة مصر لتلك الدورة، وكذلك أيضا كلمة لشارما رئيس الدورة 26 التي عقدت في مدينة غلاسكو. سيكون هناك على مدار يومي الاثنين والثلاثاء في خلال اليوم الثاني والثالث من فعاليات هذه القمة. طيب، فعاليات على مستوى القادة، هذه الفعاليات ستكون خلالها. نعم، فيما يخص الرؤية المصرية، يعني أبرز ما يهيمن على أجندة القاهرة. يعني القاهرة على مدار عام ماض ومنذ أن تم الإعلان عن استضافة مدينة شرم الشيخ لتلك النسخة، تم العمل على العديد من المبادرات التي أوضحت معالم يعني التعامل المصري خلال الفترة المقبلة مع دول العالم لمواجهة التغيرات المناخية، أبرزها إنشاء ما يسمى بنظام الإنذار المبكر الخاص بالتغيرات المناخية، كذلك أيضا ما يتعلق بدعم المبادرات التي أطلقتها مصر وتعميم تلك المبادرات خلال الفترة المقبلة، وأبرزها النموذج الذي قدمته مصر فيما يتعلق بالمشروعات الخضراء الذكية، إضافة أيضا إلى مبادرة المشروعات أو المنتديات الخاصة بالأقاليم الخمسة والتي أنتجت نحو 70 مشروعا خاص بالتنمية وربط التنمية بمشروعات مواجهة التغيرات المناخية، وسيتم عرض تلك المشروعات خلال فعاليات القمة. كذلك أيضا المحور الأهم الذي عرضته مصر هو التمييز ما بين التكيف والتخفيف وأيضا الأضرار الناجمة عن التغيرات المناخية، إضافة أيضا إلى ملف التمويل، وهو الملف الذي توليه مصر اهتماما كبيرا نظرا لاعتماد مصر على أن ملف التمويل والتزام الدول بتعهداتها سواء تلك التي جاءت في قمة كوبنهاجن في العام 2009 أو أيضا الذي جاء في اتفاق باريس في العام 2015، والتزام هذه الدول هو ما يؤكد على سعي الدول خلال الفترة المقبلة لمواجهة التغيرات المناخية وانخفاض الانبعاثات الكربونية، وكذلك أيضا الالتزام بخفض درجة الحرارة إلى نحو درجة ونصف مئوية. وبالتالي ملف التمويل هو ملف خاص تعمل عليه مصر خاصة فيما يتعلق بالشق الخاص بالقارة الإفريقية، هناك تمويل يعني تراه مصر بحاجة كبيرة له. القارة الإفريقية يقدر بنحو 2.8 تريليون دولار تحتاجها القارة الإفريقية التي تسير
تساهم فقط بنسبة تلوث من الانبعاثات الكربونية بنسبة 3% فقط، لكن الخسائر الخاصة بالانبعاثات الكربونية التي تنتج عن الدول الصناعية الكبرى تتعرض لها أو تتضرر لها القارة الإفريقية بشكل كبير. وبالتالي أبرز هذه الملامح الخاصة بالرؤية المصرية تتعلق بضرورة توفير التمويل وبشكل عاجل ما يتعلق ب 100 مليار دولار خلال الفترة المقبلة وفقا للتعهدات التي ستأتي خلال القمة وانعكاسات تلك الالتزامات على أرض الواقع. نعم، شكرا جزيلا لك محمد الحمراوي، وسنبقى معك بالتأكيد في متابعة من شرم الشيخ المصرية.